السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم مع درس جديد. واليوم عندنا مقام اللام، معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي في بغداد في معهد الموسيقى. قبل ما أبدي أنه أحب أنوع الدورات الموسيقية، اللي يحب يشترك أنه في الدورة الموسيقية لتعلم العود أو الغناء أنه يتصل على رقم الواتساب اللي موجود أسفل الفيديو، ويكون اشتراك شهري ضمن 8 محاضرات لكل دورة. نلاحظ أمامكم الآن تحليل سلم مقام اللامي. اللامي طبعا كثير من اللي يطلبوا من عندنا انه كيف نحل المقام اللامي، مقام اللامي اللي هو اصلا من العراق، وكثير من الاراء تحدثوا حول انه كيفيه اكتشافه. جزء من هاي الروايات تتحدث انه الفنان الكبير محمد القنبلجي ذهب الى لندن وتوفى والده في بغداد، ومن خلال ذلك بدأ يلوم نفسه ويولول ويلوم نفسه، فخرج هذا المقام. المقام طبعا هو يبدي من الري، ري مي فا صول لا سي دو ري، تكملة للفيديوهات السابقة أو فيديو السابق اللي تحدثنا عن مقام النهاوند. النهاوند يبدأ من الدو وياخذ دلي سي بيمول بي بيمول لا بيمول، هنا عندنا يبدأ من الري وياخذ دليل. شلون تعرف اللامي؟ تذكر دليل النهاوند لكن على غير طبقة، سي بيمول مي بيمول لا بيمول. اوكي، من تتذكر الدليل مال النهاوند بالفيديو السابق لكن تتغير عندك فقط الدرجة، هذا واحد. راح يكون عندك انت الاصابع كالتالي، طبعا هنا اللامي الجميل بيه شنو انه الاجناس مالته، يعني عندك ري مي فاصل، هذا ري مي فاصل جنس كورد على درجة دوغا، الدوغا هي الري، وهنا عندك جنس كورد على درجة الحسيني اللي هي لا. اوكي، دوغا لا حسيني. اصابع العود راح تكون عندك مي مطلق، وهم راح اكتبها بالانجليزي 1 3 فا، صول مطلق، لا راح يصير عندك، ايش راح يصير عندك؟ سي بيمول بيمول لا بيمول، هنا راح يصير عندك شنو؟ لا بيمول اصبع اول، وهنا راح يصير عندك اصبع ثالث. اوكي، وهنا راح يصير عندك مطلق، وراح يصير عندك اصبع ثاني، تمام. اذا يصير عندك هذه الاصابع اللي هي موجوده، ياخذ جنسيا كرد على درجه الدوغا وكرد على درجه الحسيني، وهو هذا مقام اللامي. وايش كيف تعرفه وتتذكره؟ تتذكر مقام النهاوند على درجة الدو، ياخذ سي بيمول مي بيمول لا بيمول، فقط عندك انت تغير الدرجة. اوكي، بس تقول نهاوند الدو ياخذ سي بيمول مي بيمول لا بيمول، يبدي من الدو. اللامي سي بيمول مي بيمول لا بيمول، يبدي من الري. لكن شنو هو هنا مقام اللامي؟ هو فرع من مقام الكرد. اتمنى انه فدتكم، تحياتي لكم، واتمنى انه استفاديتوا، وان شاء الله بحلقات قادمه نشرح لكم اكثر واكثر عن المقامات. لا تنسون اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه بتعلم العود او الغناء حاضرين، وهي 8 محاضرات شهريا. واللي يحب يشترك او يعرف المعلومات يتصل بالواتساب اللي موجود اسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.